على مون تشكر عم محروض، بس ما ينفعش تعمل كده برضه. بس الورشة ملوخ جاري، ما ينفعش اجيب له ناس من بره، تبقى عيبة في حقك. براحتك، عموما انا موجود، وحتى لو في البلد والله ارجع لك مخصوص. اصيل يا عم حراج، هم دول الصعايده، ولاد بلد ورجاله طول عمرهم. انما انت قاعد فين في مصر؟ في اي عماره بنبنيها بتلاقيني قاعد فيها. اي والله، بنظبط مكان كده في قلب الشغل، ما نسيبهوش الا ما نخلص الشغلانه. احنا قعدتنا في مصر عشان القرشينات مش عشان السكن، لكن بيوتنا وحالنا وسكننا في بلدنا. وايه اللي جابك بولاق؟ بتبنوا عماره هنا؟ لا يا راجل، شكرا. أنا قلت أجي أصلي الفجر في السلطان أبو العلا وأبقى في ريح المحطة لحد ميعاد القطر. أنت مسافر؟ أيوة، رايح أحضر فرح أخوي وأرد تاني على هنا. ألف مبروك، عقبالك. لا أنا متجوز وعندي سراج ومنير وقنديل ومصباح. إيه يا عم الكهرباء الكتير اللي أنت ساحبها دي؟ ليه كده؟ ومرتي حامل كمان. يا ما شاء الله، بجد والله؟ أهو بجيب لنا برضه لمبة ليد موفرة نلعب بيها. ليه سجارة نحبس بيها بعد الوكلة دي؟ يا عم احراج الطمع ده، ايه في ايه كتير كده كتير. خد امسك يلا، عشان يبقى سجاير واكل وشرب وفلوس. مش عايزني اطلعك شرم بالمره؟ لا انا ماليش في الدايفنج. او يو سبيك انجلش؟ يس اي لايك ات. اي جو تو سكول ان ذا مورنينج. وات ذس؟ انت فاهمين مال. انا بس فاضل لي حاجتين، يعني تذكره القطر واكلم مرتي. معاك محمود؟ معاي، امسك. منور ده بنورك، الله يكرمك، ربنا يخليك. المحمول منور. قلت لي يا سامي اقفل في وشها، اقفل. بعد اذنك اكلم مرتي بعيد يعني. اتفضل. ترغيش كتير. ورحنا له الاجزخانه، قالوا ما جاش برضه. هيكون راح فين بس ابن الدايخه ده؟ الحكومه مش هتهدى غير لما تجيبه. تاني يمكن. أنا خايف المكالمات تفضي البطارية وما نعرفش نجيب الواد ده خالص، وشكله كده هيتوه عننا. بومة، بومة قاعدة معاه في العربية. فين؟ أنا بخاف منهم. رد. لا. هو الرقم بيتمسح منين؟ قصدي لما اخذ رقم مرتي وما ينفعش يبقى على تليفون حد غريب. هتمسحهولك. الو، انت بترد عليها ليه؟ بترد عليها ليه؟ دي مرتي، مرتي. ايوه، انت ازاي تتكلمي على تليفون حد غريب؟ مش عايزه ايه دلوقتي؟ ما تتكلميش دلوقتي على تليفون حد غريب. بقول لك انا في الشارع. عيب، عيب اللي سويتيه ده، عيب. بقول لك وسع انت كمان. اقفلي دلوقتي، اقفلي. في ايه يا عم؟ في ايه؟ مناخيرك هتضيع، في ايه؟ الو، ده بقى تليفونك خلاص. ده راجل ده. الو الو